جاهز ان انا ابتدي اتابع حد واشتغل زي ما. على سبيل المثال خلينا برضو ناخد على مثلا بايدن، احنا عايزين نتابع مثلا الرئيس الامريكي، كتبت هنا اسمه طلع لي جو بايدن، عملت فولو او متابعة كده انا تابعت جو بايدن. لو هرجع تاني للصفحة الرئيسية عندي هنا هلاقي ان طلع لي نفس الفيس بالظبط في الصفحة الرئيسية الحاجات اللي انا متابعها، هو طلع لي هنا جو بايدن. طيب لو انا مثلا قلنا احنا عايزين نعرف ازاي اعمل تغريدة، انا عندي الخانة ديت، طبعا كل ده هنتكلم على الكمبيوتر شوية وهنتكلم برضو على التليفون، انا عندي هنا الحساب الشخصي بتاعي. طيب انا عايز اكتب تغريدة، ازاي اكتب تغريدة وانا عند الصفحة الرئيسية هنا؟ بكتب مثلا تغريدة وليكن دي في 2021، خليها في هاشتاج. الهاشتاج بنستخدم علامة الشباك او المربع اللي في الكمبيوتر بيكون شيفت ورقم 3. طيب انا مجرد ما عملت كده مثلا وعايز اكتب اي تغريدة عندي، انا بكتب اللي انا عايزه ايا كان هو ايه، سواء بالعربي او بالانجليزي، وبعمل تويت. خلاص انا لقيت دلوقتي اسمي نزل، تغريدة نزلت، ده الهاشتاج اللي موجود فيها، انا كده عملت تغريدة. طيب انا عايز ادخل على جو بايدن واعمل ريتويت لي تغريدة زي ديت عندي هنا، ان انا ارد، ممكن ان انا مثلا اكتب اي حاجة، مثلا دونت forget us، واحط الهاشتاج اللي احنا متفقين عليه دي في 2021. كده انا رديت، لو عايز اعمل ريتويت او اعادة تغريد بدوس على ديت، بعمل هنا ريتويت، عايز احفظ التغريدة بدوس على اللايك ديت، عايز اشارك الرابط بتاع التغريدة بقدر ادوس هنا واختار على شير تويت، وبختار ان انا انسخ التغريدة كوبي لينك مثلا. خلاص انا كده خدت التغريدة، ممكن ان انا اجي في اي مكان واروح ان انا احط الرابط بتاعها، ده اصبح الرابط بتاعها، يجيب لي التغريدة اللي انا عايزها على طول. تمام كده انا عرفت ازاي اعمل تغريدة، ازاي ان انا اعمل ريتويت، ازاي ان انا استخدم هاشتاج. هنيجي مثلا لو انا عايز ان انا امنشن لاحد الاشخاص هنا، لو انا دلوقتي عايز امنشن لحد على تويتر، انا مثلا هكتب تغريدة، التغريدة ديت مثلا بخاطب مثلا بايدن، فعايز اعمل منشن لبايدن، هختار علامة الات وهكتب مثلا بايدن المعرف بتاعه اللي هو المعرف ده، فهكتب بايدن اجو جي او، مجرد ما كتبت اول حرفين طلع لي اسمه، اخترت جو بايدن، كده انا عملت منشن لبايدن. عايز اعمل لكاميلا هاريس مثلا، برضو هختار علامة الات وهختار مثلا كاميلا هاريس، كده انا برضو منشنت ليها. مجرد ما عملت تويت خلاص نزل كده التغريدة بتاعتي، واوتوماتيك اتحط فيها المنشن اللي انا عطه. انا مثلا من شوية حطيت الهاشتاج بتاع دي في 2021، انا عايز اتابع الهاشتاج دوت، عايز اعرف كل حاجة بتنزل عليه، بحيث ان انا لو لقيت تغريدة من مصر، من امريكا، من الصين، من اليابان، من اي مكان، انا عايز اعرف كل السلسلة او كل حاجة حصلت ورا الهاشتاج ده. الهاشتاج اللي عندي مجرد ما هدوس عليه هيجيب لي كل حاجة جت عليه، يعني انا عندي مثلا تغريدة زي ديت استخدم الهاشتاج طلعت لي، لو دوست هنا هيجيب لي اخر حاجة نزلت، يعني انا من دقيقة بالظبط في واحد نزل التغريدة ديت، وهكذا. اقدر ان انا استعين بالتغريدات ديت، اقدر ان انا ارتويت ليها، اقدر ان انا اخد جزء منها واستخدمه، لان زي ما احنا المهندس عبد العزيز قال امبارح ان تكرار جملة التغريدة نفسها ده بيؤدي ان تويتر بيعتبرها زي السبام، او بيعتبرها ان هي خلاص حاجة فيها حاجة آلية، فبيبعد، ممكن يعمل حظر للحساب بتاعك تماما يعني. فانا بتابع الهاشتاج وببتدي ان انا اشوف انا عايز ديت، بقوم جاي اخد التغريدة مثلا على سبيل المثال، اخدها نسخ وابتدي ان انا انزلها عندي. خلاص انا كده عرفت ازاي انزل التغريدة، اعمل هنا لصق، ابتدي ان انا خلاص التغريدة نزلت عندي، التغريدة دي كان بمنشن فيها للسفارة في القاهرة، فخلاص نزلتها، هو حاطط منشن لجو بايدن، منشن لسفارة القاهرة، عملت تويت
وهكذا، ممكن اخدها اغيرها، ده زي ايه، زي ما انا عايز. ف اتمنى يكون الفيديو وضح ازاي نعمل ايميل على جيميل، ازاي ان انا اعمل حساب على تويتر بالايميل، ازاي ان انا اعمل تغريدة، ازاي ان انا اعمل ريتويت، ازاي ان انا استخدم الهاشتاج، ازاي منشن لحد. الموضوع بسيط، وبالتوفيق يا رب للجميع.